مسجد السهلة من أشهر مساجد المسلمين، يقع في العراق قريباً من النجف الأشرف على بعد حوالي كيلومترين من مسجد الكوفة. ولمسجد السهلة أسماء عديدة، منها مسجد سهيل ومسجد بني ظفر، وقد عرف أيضاً ببيت الأنبياء لمرور عدد كبير من الأنبياء وأدائهم الصلاة فيه. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كان فيه منزل إدريس، وكان منزل إبراهيم خليل الرحمن، وما بعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه، وفيه مسكن الخضر، والمقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسول الله صلى الله عليه وآله. كما أن لأهل البيت عليهم السلام ارتباطا بالمسجد، فقد قيل أن الأئمة جميعهم مروا بالمسجد وصلوا فيه. كما أن لهذا المسجد أهمية كبيرة، فهو من البقاع التي يحبها الله وتقضى فيها الحوائج. ففي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما من مكروب يأتي مسجد السهلة فيصلي فيه ركعتين بين العشاءين ويدعو الله عز وجل إلا فرج الله كربته. وقد ذكر أيضاً أن مسجد السهلة من البقاع التي يحب الله أن يدعى فيها، وما من يوم ولا ليلة إلا والملائكة تزور هذا المسجد يعبدون الله فيه. وعادة ما يقترن اسم مسجد السهلة بالإمام المهدي عجل الله فرجه، وذلك لكثرة أقوال المؤمنين التي تؤكد بأنه شهد عليه السلام مراراً وتكراراً في هذا المسجد، وأثر مقامه فيه الآن هو أحد المزارات المقصودة. كما أنه قد ورد في الروايات أن الإمام المهدي عجل الله فرجه سيتخذ عند ظهوره من مسجد السهلة سكناً له. فعن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: يا أبا محمد، كأني أرى نزول القائم عليه السلام في مسجد السهلة بأهله وعياله. وقد ذكر أهل السير والسلوك أن من جاء من الناس إلى مسجد السهلة في 40 أربعاء فإنه يرى المهدي عليه السلام. إذن فلمسجد السهلة مقام مقدس، وسيتقدس أكثر حين يطأه الإمام الحجة عجل الله فرجه بجسده الشريف عند قيامه المنتظر.